ايوان يومتكم فيديو جديد وبعض الفيديو جايز نفس فقط في الوان اليوم جايز لحقوا لان اليوم راح اعطيكم الكودات اللي تخص الاشياء الجديده مثل الفستان والسلاح والاشياء مثل هذه واشياء ثانيه مختلفه. اليوم عندنا اربع كودات، في اليوم راح اعطيكم شنو كتابتهن شنو تكتبون حتى تحصلوهن. انا سابقا جيت اراويكم فقط صوره، هالمره نو راح اراويكم الصوره والكود مالتها شو تكتبون حتى تحصلوها. تخيل فقط، او ماي جاد. سو شاهدوا الفيديو للنهايه جايز، انا هذا الفيديو كلش امبورتنت مهم، فحصل اشتراككم مشترك في القناه وفعل الجرس. واليوم طبعا هالمره سويت اوتفيت مختلف، سويت على السريع حتى ما كنت مفكره شنو اريد اسوي بالضبط. المهم سويت اي شيء هيجي، حتى الشعر هالمره يعني غيرته. صراحه صرت افكر انه مو حلو تبقي الشعر واحد، خصوصا في دريس وبريس انه لازم تغير تسريحه، بس من ناحيه الوجه فالافضل تبقي. اوكي، فصراحه جايز هذا الوجه يعجبني، هل معقوله حيجي يوم واغيره؟ ما اعرف صراحه، احتمال في المستقبل راح تنزل وجوه احلى تعجبني اكثر، ولكن هذا حاليا اكثر واحد احبه في دريس وبريس حرفيا. فاليوم جايز راح اراويكم كل الكودات لازم يا اصدقائي تاخذوهم. فايش رايكم صدق بالدريس؟ حبيت الاكسسوارز والاشياء مثل هذا، شوفوا لي هامات هذا شلون صاير، كلش حبيت الصراحه. فيلا هسه تعالوا خلونا نبدي بعد بهذا الفيديو، دزوا الفيديو همات لاصدقائكم حتى هم ياخذون هذه الكودات، بما انه حاليا اخيرا درستهم بريس سربتها، يعني نقدر نكتب وناخذ، هذه احلى شغله. طبعا شوفوا احنا سابقا نعرف انه كان في كود الفستان وكود تبع السلاح، تمام؟ هذين الكودين جايز دريس وبريس طونا الكود مالتهم، خلاص راح اكتبه واحصله حرفيا. وما جايز في شغلتين ثانيات، او ماي جاد في شغلتين ثانيات، اكو دريس ثاني لونه اسود، وهم يا اصدقائي في اثنين حقائب مجانيات مكتوب عليهن انه هن مو في اي بي وحقائب يعني كذا فخمه تجنن، او ماي جاد. فاليوم جايز راح اراويكم، طبعا هم ذكروني انه انا حصلت على حقيبه الرنواي كوين، شوفوا فخلوني اسويها وياكم. وشلون اسوي ثواني ما عندي فكره، يعني هيك اصبغها حلو جايز، ثواني اوكي يعني فانتاستيك لا بس في. فاليوم جايز الستايل عندي ابيض واسود، كل شيء ابيض واسود، فيب انا صراحه حبيته. فهسه تعالوا جايز خلونا نشوف الفستان شلون هو مالته، قصدي الفستان خليني اراويكم اياه يا ايش دا اقول جايز. المهم فخلوني اراويكم الفستان وبعدين انطيكم الكود مالته حتى تحصلوها مجاني، اكيد مجاني بما انه هو كود. فلسه تشوفون جايز هذه هي الصوره تبع الفستان، اللي اشخاص اللي اصلا ما شايفين من قبل الصراحه جايز يتجنن حتى باللبس. اكو كانت صوره مع شخصيه لابستها، اتوقع هو واحد من ادمز او شيء مثل هذا يعني، ولكن اذا لقيت الصوره اذا لقيتها ما متاكده حاليا، فاذا لقيتها جايز احط لكم اياها بالفيديو، بس اذا ما لقيتها فش اسوي؟ لانه لقيتها بوحده من الفيديوهات والصراحه جايز يعني من تلبسها تجنن احلى من الصوره، بالصوره تبين انه شكلها يعني مو something فتشي اوكي، ولكن لا باللبس جايز كلش حلوه. بما احنا همات يعني شوفوا ما ننسى انه الصوره اصلا مو واضحه، يعني الصوره ساحبين الشي والمدري ايش يعني كذا 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 صارت ابد مو واضحه. فلذلك جايز اكيد باللبس ولما تنزل راح تكون احلى. هسه راح تسالون شنو الكود مالتها حتى انه تكتبوه وتحصلوه. So the first code will gonna be هو هذا، هذا هو اول كود لنا لهذا الفستان، هو هذا الكود نفسه تشوفون هو U M O اسم هذا الحرف Y وهمات 4 و E. yes خلوني جايز اجرب اذا كان هذا الصفر او او، صراحه ما متاكده، فتعالوا خلونا نكتب ونشوف اي واحد يطلع لنا. فا اول شيء راح ابدي بالاو نوب واي، المشكله ما شلون افرق جايز لان هنا كتابه بخط مختلف، هنا بدريس وبريس خط مختلف، فهاي هذا زيرو اتوقع زيرو الصراحه، شو اجرب ثواني احس انه زيرو، احس انه زيرو يعني مو واو يعني زيرو، ما اعرف اتوقع انه زيرو، احس جايز انه زيرو لانه ما اتوقع انه او صراحه يعني، فلانه هو يبين بالصوره كانه زيرو، مشكله ما اقدر افرق. شوفوا احس انه عندي صعوبه بالتفريق بين حرف الاو والزيرو، يعني احس انه عندي صعوبه بالتفرقه بيناتهم كيف افرق بالضبط. فبدرس بس الزيرو يكون في نقطه من بالدائره، اما الاو فلا، بس هنا هم اصلا كاتبين بداخل درس بريس بحيث ما راح يكون لا نقطه ولا فد شيء، فاتوقع زيرو ما ادري اتوقع زيرو يب. فيب جايز المهم هذا هو الكود، فيب
المهم انطتكم الكود تقدرون تجربون من الباكر، المهم راح تعرفون شنو الصح. تمام، فهسه قاعد خلونا نشوف اللي بعده. طبعا كلش ان لاف وذس اوتفيت، حبيت الصراحه. طيب هسه قاعد طبعا ها قبل ما نبلش اقصد كم قبل ما نكمل انه سويت لكم فيديو كيف تحصلون على روبوكس مجاني. ترى الطريقه كلش مضمونه. تخيلوا انه اخوي حموشي قدر بيوم واحد، يوم واحد فقط جمع شكل بالله تقريبا قريب 300 روبوكس فقط، تخيلوا. فروحوا تدخلوا جايز شوفوا قز الفيديو حتى تعرفون يا ما بأقصد وكيف تسوون متجر اصلا، بحيث جايز راح تحصلون على الروبوكس بالمجاني. يعني ما راح تصرفون ولا دينار، ربع دينار ماكو، هذا ما راح تصرفوا اصلا. فهي هاي الطريقة جايز لأشخاص اللي ما يقدرون يشحنون. فهذاك الفيديو كلش راح يفيدكم، فبس شوفوا وراح تعرفون شلون تحصلون على الروبوكس مجاني. لحد الان جمعت هواية ما تشقد، استخدمت اكثر من واب الصراحة، فهواي اطو روبوكس، فما ادري يعني شكيت تقريبا ما اعرف، بس فوق المية، فوق المية وخمسين احتمال، فيعني هواي جمعت الصراحة. ويب فروح شوف الفيديو حتى ما تتحصلون. طبعا هو شيء اكيد هذا حقيقي، يعني مو مجرد منظر، فاوف كورس يعني يكون هذا الشيء حقيقي. هواي بالتعليقات هم قالوا لي انه نونا نجحت عندنا طريقة، فلذلك بس شوفوا الفيديو راح تحصلون على روبوكس مجاني وتشترون اشياء تحبوها في هذا الماب او في اي مكان، يعني مثلا حابين في اي بي فتقدرون. يس اوكي، هسه تعالوا خلونا نكمل ونشوف الادريس اللي انتم ما شايفينه من قبل. هذا الادريس جايز اتوقع كان مسربي قبل، بس خلونا اوكي ميا. هذا هو نفسه اللي تشوفون، وصراحه شكله كلش حلو جايز، لونه اسود وشكله يجنن. فهذا راح يكون كود، فالمهم خلونا اعطيكم هسه الكود مالتها. الكود يا اصدقائي ايش فيها هذه هيك توقف؟ اوكي، فالكود جايز راح يكون هو هذا نفسه اللي تشوفون، اسمه جايز كيوتي دريس، اتوقع هيك قريت هو كيوتي هذا مو؟ المهم جايز فصراحه شكله يجنن. فيب جايز ولازم هسه تحصلوا باسرع وقت ممكن. همات جايز ما ننسى السلاح، السلاح اللي كنا نعرفه الصراحة، يعني ما اتوقع في حد ما يعرفه، اللي هو جايز هذا كود السلاح اللي حاليا موجود في دريس امبرس اصلا، ولكن الكود لسه ما نعرفه. فاليوم يا اصدقائي راح انطيكم الكود مالته اخيرا. فلحظة خليني اخذ هاي الفلوسات شوية فلوس، فتعالوا ننزل تحت. زي ما تشوفون هذا هو السلاح، هذه الصورة اوضح اليه لانه بالصورة اصلا ما راح اقول لكم اياها، هي اصلا ما واضحة. طيب ولكن لا راح احط لكم اياها وحط جواها الكود. الكود جايز طويل او ماي جاد، بس المهم سلاح اوكي. فطبعا راح يكون في شكلين نفس ما تشوفون هنا، هم حاطين الشكلين. طيب وهسه تعالوا اراويكم الكود، ليتس جو. الكود راح يكون هو هذا، كود طويل جايز، SC4V3NG3RH. اوه اريد اقراه مستمر جايز، اريد اقراه مستمر. ثواني ثواني احاول اخر مرة، اذا ما فات اوكي عارفة. SC4V3NG3RHUL انتي او ماي جاد جايز قرأت مستمر، بس بالنهاية شوي حتى تخربطت شو تقولون. المهم الكود صراحة طويل بس انا حبيته. سي كافي كافي اوكي، اسوء المفروض مو زي. اما الاشياء الجديده هم ما ادري انتم ما شايفينها سابقا لانه ما مريتكم اياها في القناه، فتعالوا اراويكم يا اصدقائي اثنين حقائب. هذه حقيبه لو جوز دان، المهم خليني اراويكم اياها. الناس اللي تشوفون جايز هذا هي الصوره، الصراحه يتجننون. شوفوا لها الحقيبه الحمراء هاي جايز، متت عليها من كثر ما تجنن الصراحه، حبيته. هاي يمكن ميدالية، واو صراحة تجنن تجنن. وفي هذا الشيء وردي مثل الجوزدان صراحة، انا اشوفه جوزدان، بس هو كاتبين تحت انه هو حقيبة. طيب واحلى شيء جايز انه هذه الحقائب هن بالاصل مجانيات، لان هم كاتبين لحظة مو مجانية، ثواني ثواني، هم كاتبين لك انهم بدون في اي بي، فهو راح ينزل بفلوس، يعني يكون تشترونه بكوينزات داخل اللعبة او كود ما متاكدين، لانه الصراحه الكلام المكتوب جوا تحت ناس بدا يشوفون هنا كاتب لكم ان هي هذه حقائب مو في اي بي وفخمه هيك يعني اوكي. سو ما ادري الصراحه هذا كود، ما اتوقع كود الصراحه يعني، فما ادري. انا طبعا شوفوا شاكه بشغلتين، شاكه انه هذا الكلام تحت الحقيبه هو مو كود اصلا، ما اتوقع انه كود صراحه، يعني شنو مو في اي بي ما ادري شنو، ما اتوقع صراحه انه هذا كود، بس هو راح ينزلون اكيد. هم تعطيكم هذا الادريس اللي تحت اللي كان لونه اسود، يعني كيوت كيوتي دريس ما ادري، تحسوا اسم كود ما اعرف. هسه تعليقات اكيد راح تفجر وتقول لي ها لونا شو كذبتي علينا يا كذاب، هذا الاسماء كتبناها وما حصلنا على اي شيء، ليش تكذبين يا لونا؟
جايز ما كذباني، ما اسمح ما اسمح احد يقول لي انا كذابه، لانه جايز اصلا هذه الكودات يقولون جيسون بريس انه هي راح تشتغل، هي حاليا اعطونا فقط الاسماء حتى لما ينزل راسا نكتب ونحصل. فجايز هذه الكودات راح تشتغل بتحديث الهالوين، حاليا عرفنا الصوره وشكلها وهم شنو الكود مالتها، ولكن لحد الان ما نقدر نحصلها الا بتحديث الهالوين، فهنا مجرد تحضيرات يعني حتى تعرفون شنو الكود. فلذلك جايز اريدكم تفعلون جرس وتشتركون يعني اللي ما مشتركين هم ماتوا الاشياء حتى يوصلكم الفيديو اول ما ينزل هالوين ونستخدم الكودات راح انزلكم الفيديو وهالاشياء، وهم راح نتاكد من سالفه الحقائب لان ما توقعنا هذا الكود صراحه، يعني شنو انه بي ابي من شنو هذا مو كود اسم، ما احس اسم كود قبل ما احس صراحه ابد. همات هذا الكود يا اصدقاء تبع الفستان الاسود، همات ما ادري يعني ممكن هو صدق اسم كود هيجي كودي دريس او سمثينج لايك ذس ما متاكده. المهم فيعني جايز المفروض انتوا اللي تتهمون المفروض تسمعوا الفيديو للنهايه. سو يا وهذا كل شيء بالفيديو جايز، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي، فحطوا لايكاتكم وشيك في القناه وترقبوا الفيديوهات الجايه حتكون كلش نار وبس. باي باي.